رسالتنا مش نعلمكم القراية والكتابة وبس، لا، يفترض نربيكم. التربية هي الأساس، والتعليم هو المبنى المتين اللي بتقوم عليه العملية التربوية. لو عاوزين تنجحوا لازم تعرفوا وتحسوا إنه المدرسة دي هي بيتكم. حبوها، حبوها عشان تحبكم. أزرعوها عشان أشجار تظللكم. لازم تنظفوها عشان تديكم الصحة والعافية. وإذا عملتوا بنصيحتي دي فثقوا تماماً إنكم حتنجحوا. بس اعتبروا هذه المدرسة هي بيتكم الثاني، ونحن آباءكم ومسؤولين، مسؤولين عنكم أمام الله وأمام رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. محمود، ازيك يا أستاذ حسن؟ ازيك يا راجل طيب؟ يا سلام، يا كيف حالك؟ كيف أخبارك أنت؟ الحمد لله. طولنا شديد منك يا أخي. الله يبارك. ده خطاب من الوزارة، تفضل، عايزك توقع عليه. جدا. تفضل. دائما خطاباتك بتجيب لنا بشارة الخير. ان شاء الله والله. ان شاء الله الدورة دي يكونوا صدقوا لنا بالاساسات الجديدة. والله يا اخي ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. تشرب شنو يا محمود؟ لا شكرا جزيلا. انا اصلا والله شربت شاي في مدرسة البنات واصروا علي لازم اشرب قهوة كمان. يا اخي تستاهل، الله يفطروك يا اخي. الله يديك العافية. تستاهل يا اخي. خدقنا ديل بشكروك على الفترة اللي قضيتها في خدمة التعليم وإخلاصك ووفائك يا أستاذ. لا أقرب باقي الخطاب، أقرب باقي الخطاب. وعليه نرجع حضوركم لمكاتب إدارة التعليم لإكمال إجراءات التقاعد لبلوغك سن المعاش. Da 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 da.
انت اول واحد ينزل المعاش ما تنزل كان نزلته، على الاقل ترتاح شويه من الكواريب وجوه الشفع. انا لا زلت قادر على العطاء ويدي لا زالت قادره تمسك الطباشيره. وتدرس الداك شنو غير التعب والفلس؟ اداني الاحترام وبقت عندي شخصيه لها وزن في المجتمع. يا راجل ها الله ريحها، تنجم شوي في بطن البيت بدل التعب وجع القلب. اي حاجه عندها مده بتنتهي فيها ما عدا المعلم، حيظل شامخ طالما بقى قادر على العطاء. يا راجل ها الله ريحك، تنجم في بطن البيت بدل وقفه السبوره وحرقان الاحصاب. هدف الرساله لازم يتحدوا، وانا هدفي اني اوصل الرساله. اذا وصلت ناقصه اكملها. انا لازم اراجع كل فتره اللي قضيتها مع الطلبه واشوف هل رسالتي وصلت ولا لا. فهمتي؟ سنة مرت من عمر حياتي العملية، مرت كأنها لمحة من البصر. 25 سنة مضت وأنا كنت عبارة عن كلمات بيتطلع للتلاميذ، كلمات بتتقال وتبلع جدران الفصول. قبلي ما نبدأ حصتنا لازم نسأل نفسنا سؤال، ليه بنحب الوطن؟ عشان خريطة جغرافيا والتاريخ والبطولات والأمجاد، عشان نجي بعدين في الآخر ندفن في كراسة الامتحان ونمسحها من الذاكرة بانتهاء المدة؟ والله الوطن وحب الوطن والوطن ذاته يا شاطرين هو روح ونحن جسد، والجسد لا يستغنى عن الروح، مش كده؟ ايوه يا عمي. الوطن ده بالنسبه لنا هو الروح. ليه؟ لأننا اتولدنا على تراب وارتقينا من النيل واكلنا من خيرات. طارق انا عندي سؤال. جدا. نحن لو دعينا نحس انه الوطن ده حقنا نحس كيف؟ لانه ابوه قال لي الوطن ده حق الحكومه. الوطن ما حق زول، الوطن ملك للجميع. والحكومه؟ الحكومه بإدارات المختلفه من واجبها تقدم الخدمات للمواطن، ونحن كمواطنين مفروض نحترم هذه الحكومة، نحترمها على خدماتها اللي بتقدمها لنا. نحس كيف أنه الوطن ده بيتنا؟ بيتك الساكن فيه أنت وأسرتك، بترضى أنه يكون ما مرتب؟ صلاح؟ أي واحد فينا بيحب أنه يكون بيته أحسن بيت. أقعد يا صلاح. طيب يا جماعة، لو تلب عليكم حرائب، عارفين الإجابة كانت موحدة ليه؟ ليه؟ عشان كلكم خفتوا على بيتكم، لأنه اعتبرتوا البيت بيتكم، عشان كده كان إحساسكم الداخلي خوف على هذا البيت. ولو اعتبرنا بيتنا الصغير ده عبارة عن غرفة واحدة من البيت الكبير اللي هو السودان، ففي الحالة دي بيبقى الإحساس أكيد حيملأ قلوبنا من جوا بحب الوطن وعشق الوطن، وده بخلينا إحساسنا ده نردد السلام الوطني بإحساس
صادق جدا. وانا شغال النايم لا شنو نومي انتي خليني انا اسبح مع بحور الذكريات. اسبح لكن اعمل حسابك ما تغرق. الشنطة دي كدي ودي الكراسات منو؟ قلت بتصفح في الشنطة دي لقيت 4 كراسات لأميز 4 تلاميذ كانوا عندي في الفصل، وقررت في الوقت داك إني أتابعهم لغاية ما يكبروا، لكن للأسف الشديد يعني مشغوليات الحياة وما قدرت أتابعهم، لكن هسي أنا قررت أفتشهم وألقاه. أجي وحتلاقيهم كيف؟ هنا. هنا دي؟ في الكراسات دي؟ يا راجل انت جنيت ولا شنو؟ تعال تعال بيجا شوفي، داك كراس لواحد منهم اسمه أمير سليمان، واحد من الأربعة كان أمنيته أنه يتخرج ضابط ويحمي الوطن. أمير السلام عليكم. ما ممكن. كيف يا أمي؟ كيف تمام؟ أمي أبوي أمير جاء. أمير أمير حمد الله يخليك. بركة شفناك طيب يا أمير. سلام ورحمة الله. الله يسلمك. الله يسلمك. كيف أخباركم؟ كيف عاملين؟ كيف وداك الراس الطالب المجتهد طارق اسماعيل اللي كان متمني انه يكون دكتور ويعالج الناس بالمجان. دايرك تدخل هي المرضى ديل بسرعه. حاضر. اسمع، امبارح الايراد بتاع العياده دي كان شويه ناقص، بس واحدين ما عندهم حق الكجي، فقلت اخفض لهم شويه. لو سمحت تاني ما تخفض لاي مريض يجيني هنا قروش الكشف، فاهم؟ لو قال لك انا اخذ دكتور ذاته. حاضر. تفضل. حاقسم مرتبك اللي خفضته ده. ودي كراسة وليد بابكر، وده امنيته انه يبقى مدير ويتخصص في ادارة الاعمال. وليد وليد يا ولد وليد اصحى، الساعة ماشية 12 يا ولد اصحى. قاعد لي في البيت كده بلا شغلة زي كزيس المستشفى. يما شنو مالك يعني عاجبك قعدت البيت دي؟ ها ما تقوم تشوف لك شغلة. يما عليك الله يزور الشنو شغل شو يما عليك الله يعني يما يما اشتغل ليه عشان استلم لي مرتب اخر كل شهر؟ يما هنا الحمد لله ابوي خلى لنا ايجارات بتكفينا وبتعيشنا الحمد لله.
تاني اشتغل ليه يعني؟ عليك الله يوم خلينا يا خلينا النوم يا وده كان راس المجتهد صلاح توفيق وده أمنيته إنه يكون كابتن طيران. وإنت ليه محتفظ بالأربع كراسات دي وبس؟ الكراسات دي اترسمت فيها ملامح البلد. هنا جوا الكراسات دي أي واحد فيهم حلم بحلم جميل. الكراسات دي بيه شنطتهم دخلوهم الدولاب. ماشي وين؟ ماشي افتش عن طلبتي ديل. هتلاقيهم وين وكيف؟ من الكراسات دي انا حالقاهم. بس الكراسات دي ما فيها غير المواضيع الانشائية وبس. الانشاء بتعبر عن الوجدان وأكيد حلقاهم متسوسين بين السطور وبين الكلمات. أنا حلاقيهم إن شاء الله وحافتش عنهم في الشوارع وفي المدارس. أنت بتفتش في إبرة في كوم قش؟ لا أنا أكيد حلقاهم في الحي اللي فيه المدرسة درسوا فيها. أنا ألبس وأمشي أفتشهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ مرحب بك. بسأل من شاب اسمه أمير سليمان. أمير سليمان؟ أمير سليمان قال لك ساكن وين؟ طيب صلاح 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 توفيق أو طارق طارق إسماعيل. أنت بالضبط داير منو؟ طيب وليد وليد بابكر. يا ابن العم حدد واحد من الأربعة ديل. أنا لو لقيت واحد فيهم بلمني في الباقين لأنهم الأربعة كانوا أصحاب وما بتفرقوا نهائي. أنا واحد من الأربعة ديل عرفته ما في، لكن أقول لك قول يا جامع يا رغيب أكيد حتلقى فيهم واحد. يا جامع يا رغيب يا حاج لا الحمد لله خفيف خفيف. أستاذ حسن مرحب. زيك يا أستاذ. مرحب. ما تذكرتني؟ والله يا ابني ما تذكرتها. انا صلاح توفيق. صلاح توفيق. ازيك يا استاذ؟ يا سبحان الله جمعت يا حاج. الحمد لله. كيفك يا صلاح؟ اصله ما في طريقه تمشي معايا البيت. نمشي البيت هناك نفطر ونقعد ونتذكر الايام الجميله والحلوه يا استاذ. يلا يلا استاذ. وانت كمان يا حاج تفضل معانا البيت وافطر معانا وانا بعدين بجيبك راجع لغايه كرسيك ده. لا كتر خيرك، أنا الكرسي ده ما بفارقه. الكرسي ده بعد ما نزلت المعاش بقى مكتفي، والخرطوش ده قلمي بثبت به غبار الذكريات. كتر خيركم. اتفضلوا أمشي أنتوا. كتر خيركم. كتر خيرك كتر خيرك. تفضل أستاذ حسن. يا سلام يا سلام يا أستاذ. أيام يا الله والله فرصة عظيمة. يا سلام عليك. تسلم إن شاء الله يا رب. تفضل يا استاذ. يا سلام شكرا. يلا احكي. لا لا احكي انت اول. لما انا جيت ابحث عن اخباركم. ها انت اخبارك ايه؟ انا يا استاذ عاوز تشتغل ودراستك يا ولدي. يا امي بعد ما ابوي توفى انا بقيت رايق للبيت فلازم اشتغل يا امي واتنازل عن احلامي. يا ولدي أبوك كان عايزك تطلع طيار. أيوة يا أمي أنا حسوق الركشة بدل الولد ده واشتغل بيها وطلع لك المصاريف. وليه ما كملت تعليمك؟ كان لازم أضحي يا أستاذ. لا
يعني برضو كان ممكن توفق ما بين الشغل وما بين الدراسة. أهو ده غدري في الحياة والحمد لله أنا مستمتع وشغال في أمان الله وشغل الواحد بيأكل منه لقمة حلال. خلاصة القول أنا دايركم يوم 30/11 في البيت بعد المغرب عشان تشربوا معاي شاي بلبن. هيك يا أستاذ إحنا بالعافية حتى نتقابل، ما قاعدين نتلاقى خالص، يعني أنا وليد ده بلاقي مرة لأنه ساكن جنبنا بيجاي. أنا وكلتك، اتوكل على الله وفتش عن زملائك. يا أخي ده أنتوا كنتوا ما بتتفرقوا خالص. يلا أستاذ باش وين؟ خلينا أوصلك. طيب لا لا ما في داعي للتعب يا أخي، مشوار بسيط. أستاذ أنت وأستاذنا ومربينا وفي مقام الوالد. يا سلام كتر خيرك كتر خيرك يا صلاح. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. أسلمك غالي. يعني لقيت الطيار سايق له ركشة ومع ده كله حسيت أنه ما حزين لأنه عنده قناعة بأنه بيعمل في حاجة صح. وأحلام ملايين الناس الحايمة في الشوارع دي عندهم آمال وأحلام عريضة جدا ما قدروا يحققوها لأنه الأقدار رسمت لهم خريطة كونتورية جديدة عشان يحصل توازن في الحياة. كده خلينا من صلاح، الباقين أخبار شنو؟ وليد صلاح عايزك. صلاح خليه يا خالد أنا بعرف ليه. نبيع البيت؟ وليه نبيعه؟ لأن انتوا تاني ما هتحتاجوا له، أنا حاسوكم معاي كلكم. شي عجيب، يعني يا ولدي؟ بدل نرحل من البيت، نرحل من البلد دي كلها خلاها يعني؟ أحسن يا أمي، أنا ذاتي من أنصار الهجرة. أنت تسكتي خالص، وطنك اللي اتولدت فيه. يا أبوي، يا وين اخترت وطني الجديد؟ لأنه هناك توفرت لي عيشة سهلة. أنا معاك يا أمير، لأنه الإنسان محتاج يجدد، ودي فكرة جميلة. ما تجوا نمشي أنا غايته ما ماشى الداير يمشي فيكم اللي يمشي. إذا أنت بترضى تبيع وطنك وتخلي جنسيتك وتنسى أهلك بيع، لكن إحنا لا. غايتوا على العموم فكروا في الكلام اللي قلت لكم ده عشان نسافر كلنا مع بعض كده الأسبوع الجاي. أوكي يا حاجة. حاجة عجيبة. ما قال لك عايزنا في شنو؟ المعلمة ما عارف. إيش معنى إحنا منون الطلبة؟ يمكن داري مع شملنا تاني من جديد. طيب هميرو طارق حنلقاهن وين؟ حنفتش عليهم لما نلاقيهم. يا أخي هسي لكن شنو هو لكن يا أخي؟ يا أخي قوم على حيلك عليك الله بطل كسل يا أخي، قوم غير هدومك ديل يا أخي نمشي خلينا. طيب. يا أخوي أنا تاني ما حفتش. أنا دبت من الحوامة دي عديل، نمشي للأستاذ حسن نقول له أهدى إحنا جينا، طارق وأمير ديل ما لقينا ونعمل شنو؟ والله برضو فكرة، خلاص رح؟ نمشي وين؟ أستاذ حسن؟ تاني يعني فترت يا ولي. طيب شغال وين؟ أصله شغال شنو؟ أنا درست زراعة. لا يعني وين؟ والله أنا ما محتاج أشتغل يعني، أشتغل ليه؟ ما عشان تحقق حلمك وتفجر الأرض البوردي. بس يا أستاذ أنا أصيري ما محتاج للشغل. أنت كادر منتج، ليه تظل خامل؟ الأرض عطشانة لدماء حارة أمثالك يا أخي. في الحقيقة أنا الوالد خلى لي املاك بتكفيني انا والوالد والحمد لله يعني. يا خساره يا استاذ حسن، اولادك اللي علمتهم عدم الاتكاليه على الغير والاعتماد على الذات اتعلموا الخمول والكسل. يا خساره. وليد
مالك صاحي لي هسه؟ يا خسارة يا خسارة يا أستاذ حسن، أولادك علمتهم عدم الاتكالية على الغير والاعتماد على الذات، تعلموا الخمول والكسل. يا خسارة يا خسارة. وليد ما في حاجة يا ماما، ما في حاجة. قالك عندي لك خبر يقادر مليون جنيه. خبر؟ قولي. جات زهاد ومبارح كان معاي. مش كانت عيانة؟ اي لكن ما بقت كويسة. عارف العالجة منو؟ منو؟ دكتور طارق اسماعيل. انت متأكدة؟ وعندي وصف كامل للعيادة اللي ما بتفتح الا بالمساء. يا سلام عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور طارق اسماعيل موجود؟ هو لسه ما جاء. ادفع 150 واقعد انتظر لحد ما يجي دورك. انا الحمد لله ما عيان يعني، لكن عاوزه في موضوع مهم جدا. والله يا حاج رغم انه الوقت وكالشغل وانت شايف، لكن خير انتظر لما نيجي. انا اضرب لك ليه؟ اقول له منو؟ الاستاذ حسن عبد الرحمن. الو يا حمد. اها العياده كيف؟ مليانة ولا فاضية؟ عندك زي 3 مرضى بس. 3 بس؟ 3؟ يعني معقولة بس يا حمد بس أنا أنزل من البيت لحد العيادة عشان 3 بس؟ لا لا لا، قول لهم الدكتور ما حيجي لأنه عيان. لا 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 أسمع، قول لهم عنده، أيوة عنده عملية مستعجلة ما حيقدر يجي، خليه يجي بكرة. هاي مشيهم خليه يجوك. بس في واحد عايزك، قال اسمه الأستاذ حسن عبد الرحمن. أنت متأكد؟ أستاذ حسن عبد الرحمن؟ لا 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 لا، جاي طوالي مسافة السكة بس. دكتور ده متأخر شديد؟ هو جاي في الشارع. السلام عليكم استاذ حسن. اهلا. يا سلام يا سلام. كيف حالك؟ ازيك يا استاذ؟ كيف الحال؟ صحتك وحوالك؟ الحمد لله. لا العياده الليله منوره. منوره مع اصحابها. تفضل تفضل تفضل. الله يبارك فيك. تفضل والله. شكرا. رفتنا كثير والله. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. يا استاذ حسن الدنيا تغيرت. الدار يتعالج بالمجان ولا بقروش بسيطه؟ امشي المراكز الخيريه كثير. صحة الإنسان ما سلعة تباع وتشترى يا دكتور. طب أكبر من القروش. مهنة الطب مهنة إنسانية يا دكتور. طيب ما هو أنا بالصباح وبالنهار شغال في مستشفى حكومي، يعني بالمجان، وبالمساء بيع عيادتي الخاصة هنا والدار يتعالج هنا لازم يدفع. أفتكر ده قانون أي طبيب طموح زي كده. كده يخلينا من ده كده. انت عامل كيف؟ نتائج افضل تلاميذك كانت 100% في التعليم و 50% في التربية. انا تذكرتك في كم لغة وحقيقة اتمنيت القاك، والليلة ربنا حقق لي امنيتي دي. ربنا حقق لك امنياتك، لكن هل بامكانك تحقيق امنية واحدة لواحد من الغلابة الجالسين في محطة انتظار الشفاء على صالة وصولك؟ يا استاذ أستاذ حسن ما وريتني سبب زيارتك شيء. جدا أوريك سبب الزيارة شيء. أصعب حاجة في الدنيا لما جيت راجع بلدي بجواز السفر لدولة أجنبية، لأول مرة أحس إني ما أنا، وأشعر بالغربة في بلدي وسط ناسي
حتى صورتي في المراية بقت بتشبهني وملامحي ما ملامحي، عشان كده قررت أسوق أهلي وما أرجع البلد دي تاني خالص. شكرا كتر خيرك، والله يكتر من أمثالك يا ولدي. تعالي حاجة، تعالي وين أقروشي؟ أنا قبل لما أشرت لك ما قلت لك أنا مقطوعة؟ وقلت لك جدا، وده ما بيمنع إنك تديني حق المشوار. وانا ما عندي، انا كان عندي قروش، كان ركبتهم ثلاثة كرعين دي كنت اركب طلاي بس. خلاصة الموضوع انت ما دارت تديني قروشي؟ عندي 200 قرش اديك اليوم؟ شيليهم اشتري بهم زهرة. كتر خيرك، الله يعوضنا. خلاص كده اديني تليفون امير. امير ولد خالتك يا اخي. ايوه صفر. طيب شكرا لك، ادي كده شكرا. الو. ايوه ايوه معاك. نعم ايوه انا امير. مينو؟ طارق، طارق اسماعيل بجلالة غدره. يا الله يا سلام يا اخي، جدا يا اخي جدا. نتلاقى طوال؟ اي وين بس؟ والشله كلها حتكون موجوده يا زول؟ اوكي تمام معاكم 100%. اوكي اوكي. اي فضلي بس امشي لصلاح ولي. تمام اوكي، نتلاقى في الموعد. اوكي. وليد وليد وليد. طارق اسماعيل، يعني ما جاك زهايمر لسه؟ يا وليد انا كده مش تمام كده. الله يسلمك. تمام الحمد لله زي كده. لسه الزول ده ما قاعد يخليك ترتاح. الله يسلمك. ما دي طريقته، ديك لازم يصحك طوالي من زمان زلت تعمل كده. كيف احوالك؟ الله يسلمك الحمد لله. تفضل تفضل يا شباب. تفتكروا استاذ حسن ده يكون عايزنا لشو؟ ده لغز غريب شوية. انتوا عارفين هو ما سأل عن كل التلاميذ اللي درسوا، سأل عنا نحن أربعة بس. لأول مرة أشعر بالذنب. تعرفوا لما قال لي إنه الأرض عطشانة وبتفتش لأمثالك، أنا حسيت إنه أنا جاحد، لأنه كنت مفتكر إنه أنا عندي المال والحمد لله وما محتاج، ما محتاج للشغل كله كله. لكن اكتشفت بجد انه الشغل هو المحتاج لي. انا كنت بحلم واكون طيار. لكن بقيت اسوق ركشة. لكن لما لقيته حسسني انه الركشة دي طيارة، لانه بلاقي فيها اشكال وسحنات والوان من البشر. تعرفوا انا يعني مما جيت من الغربة لأول مرة احس بانتماء غريب للبلد دي. يا شباب احنا تاخرنا، حقه نلتزم بمواعيدنا مع استاذ حسن ونمشي لحد عنده ونعرف دايرنا في شنو. اراحكم. تفضلوا. شكرا شكرا شكرا. الله يسلمك. كيف حالك؟ الحمد لله. تفضلوا شكرا. يلا كل واحد يقعد في كرسيه. تفضل تفضل تفضل. ايوه اسمع صبوه في شنو في شنو اسمع ده ما الفصل ده لا في شنو الحظ شنو رجعنا الانتماء لوطن عظيم زي السودان ده فخر لكل افراد الشعب. يعني
ونستجبنا صينية الغداء الأفراح الأتراح، دي كلها كلمات بنلقاها في وطن واحد، والكريم جل جلاله بيزرعه نيله نهره ناسه أدانا كل شيء، لكن نحن بخلنا عليه. صلاح تفضل. وليد تفضل. أساس أمير طارق افتحوا الكراسات دي، متذكرنا؟ هاي ده كراسه بتاع علينا اخر تيجان شنكر. امنع الكلام وركز معاي. شوف، في نفس التاريخ ده قبل 20 سنة انا اديتكم موضوع هام جدا جدا في الانشاء. ماذا ستقدمون لهذا الوطن؟ أتمنى أن أحلق بهذا الوطن عالياً في سماءات الدول، وأرفف بجناحي معلناً ميلاد دولة السودان العظيمة. أتمنى أن أكون بساطاً أخضراً على مجرى النيل، أحكي للعالم عن أرض تضحك فيها سنابل القمح وعدن وتمني. أتمنى أن أكون أسداً يحمي هذه الأرض الطيبة من الأعداء، أعمل لأعمر لا لأهدم، وأن أكون وطراً يغني للوطن. أتمنى أن أكون يداً بيضاء وتغير أحوال البشر كعصا موسى عليه السلام، وعالج أمراض النفس بالانتماء لهذه البلد الطيبة. وأنا اتمنيت إنه تجي اللحظة دي وألاقيكم وأسمع منكم البشريات. أنا علقت آمالي عليكم لأنكم جيل الغد، وقصدت بالعلم والسبورة أن يكون الجو ممتلئاً بحب الوطن. والآن سأسألكم نفس السؤال ولكن بطريقة جديدة.
لي صروح بكرا باقي وعد الأخضر بكرا مني والحسرة تروح والحسرة تروح تروح.